مساء الخير شباب، تحياتنا لكم متابعينا على قناتنا تخص البلابل. هذا فيديو جديد ويوم جديد حتى نجاوب بيه على اسئلتكم اللي جتنا بالتعليقات. السؤال الاول يقول من عبد الله، يقول يا جماعه ارجوكم وصلوا اكبر عدد لايكات. سؤال يخص اهل التخريج. ابو حسين عندي بلبل دويبي، قصده ما مفهومه دويبي، جوات ثلاث مخاليف بعضهن صارن يحجن. شباب للتوضيح، الدويبي الدوسري القطعاوي السيبه، هذين كلهن طيور مال بصره، الفاو يعني الطيور الخط الاول، ذن ما شاء الله يعني من الطيور الروعه اللي تتونس تسمعهن. المهم يقول جوات ثلاث مخاليف بعضهن صارن يحجن لغات ابوهن، بس مرات يجاوبن بنويس وشي ما مفهوم. اكو جناي قالوا لي جرهن خلي سكتن ويستلمن من ابوه، لان لو ظلن يحجن عليه يرتخي البلبول ويطير عليهن ويظل يطير عليهن. انا ضد الهلس بس جاوبني على مود يستفادون كل اهل التخريج. صديقي وعزيز، يعني انا اجاوبك من المنظور انه الفشي العملي، مو انه فلان قال وعلان حكى وهذا هيك سوى وهذا هيك سوى. عمليا والشيء الجواب اللي بالعقل شنو. فاليوم انت شفت مخاليف بالبستان ورا ابوهن مجرور ذيلهن او احد جر ذيلهن بالبستان، راح تقول لي لا المخاليف، انت احكي لي على المخلف بالبستان. شوف المخلف بالبستان شنو نظامه، راح يصير عندك انت نفس النظام لازم تسوي. يعني هسه احنا من اليوم من نخليهن بجو حار الطيور مالتنا، اكو عالم قبت قالت يا ما يصير، قلت لهم يا بزين وبالبستان هيك، جاوبهم بالمنظور العلمي يعني جاوبهم عن تجربة، سكتوا. غير عالم قالوا ها الحشرات تسمم البلبل وما يصير عليه ومو زين، قلنا لهم يابا بالبستان لعد شياكلن اصلا ما يعرفون الفواكه بالبستان. راح تقولوا لي ما يعرفون الخلطات، هم الخلطات صحيح ما يعرفونها، بس الخلطة بديل اجتي، بديل للحشرات، بديل للفواكه. فرباط السالفة مالتنا، احنا ما فد يوم شفنا بالبستان مخلف مجرور ذيله وقاعد يطير وراء ابوه حتى يخرجه، ودني شنو بلابل البستان التخريج مالتهن يطلع روعه واستنساخ من ابوهن. لا تجرهن ولا الك شغله بالحكي مال العالم، واصلا ما بي فد اساس علمي. يعني صحيح انه راح يسكتن، هو مثل ما دا يقول لك يسكتن، بس بنفس الوقت الطيور راح تتمرض ترى، وراح يطلع الذيل كله بهاق، واحتمال الطير ينخلص بعد نهائيا ما يحكي. فماكو داعي انه تجر الطير وتبهدله وتأذيه، لا ابدا، ولا توصل يم هذا الموضوع. بس الاهم من كل هذا، واكيد انت مسوي هذا الشيء، اعزل طيورك، لا تخليهن يشاوفن ابد، لا المخاليف ولا الابو، حتى الطيور تحد، لا تخليهن سوى حتى لا حد لا يصقر على الثاني. وبالعكس الطيور من تجاوب الابو بنويس زين، معناتها قاعد يقرا اللسان غلط، معناتها الابو راح يضطر يطي اللغه يصحح له للمخلف. انت ايش قول للي قال لك سكتهن. محترف فري فاير يقول علاوة القفص ما تساوي، شلون اخلص من البزونة او القوارض؟ هي هاي المشكلة، احنا ما نريد انه تسوي شيء تأذي بيه انه البزون، لان ما لي شغلة بالقوارض، القوارض عادي قتلهن، شو تسوي بيه؟ نسويهن اذا ابو بريص واذا الفار زين واذا غير شيء. بس البزون حاول لا تقتلها، حاول ان تصيدها وتبعدها. هسه انا صدتها بقفص مال صيد مال بزازين وتلفتها بغير منطقة، خلصت من عندها زين. بالنسبة لابو بريص كتلتهن وهم ما فاد، عاد حكمت القفص انه هسه القفص ما يفوت لاي ابو بريص او اي فاره او غير شيء. للاسف ماكو غير حل الا ان تتخلص من عندهن او تحكم قفصك زين. وبالنسبه للبزون ماكو غير حل غير صيدها وتتلفها بغير مكان. التعليق الاخر يقول عبد يقول علي ليش ما تجني بلابل البصره، وشون تعرف عن وشنو تعرف عن بلابل البصره؟ حقيقه باوع موضوع البلبل الطور، احنا نحكي ما نحكي على الاليف. الطور كل واحد له بصمه الخاصه به، كل واحد له لسانه الخاص به. يعني البغداديات يحكين شكل، المال دياله يحكين شكل، مال سامره يحكين شكل، الكركوك يحكين شكل، البدراويات شكل، البصراويات طيور الجنوب الناصريه العماره، كل طير له بصمته الخاصه. بالمقابل كل جناي له لون يحب يسمعه، لون غنائي، يعني طور غنائي يحب يسمعه. بالنسبة لي أنا جنيت البصراوي، مو ما جنيته لكن ما عجبني، أنه يعني ما استمتعت به. مع العلم الطير ما قاصر، أنا الطير أعتبره من الطيور الأوائل على العراق، لكن كل منطقة بيها زين وبيها الموزين، بس أنا أعتبره من الأوائل على العراق البصراوي.
إلى إمكانيات بالتقسيم، إلى إمكانيات بالنفس الطويل، إلى إمكانيات بالتقفيلة، إلى إمكانيات بلغات ما مسموعة قبل. لكن أنا ما عجبني أسمع، يعني شلون هسه اليوم المطربين إن نشوف فلان يسمع المطرب الفلاني بس ما يسمع غير مطرب، فلان يسمع غير مطرب، فلان يحب يسمع قديم، فلان يحب يسمع بس جديد. نظام البلبل نفس الشيء، كل واحد واللي يحب يسمع. أنا جنيت البصراوي، جنيت مال أبو الخصيب، جنيت الفاويات، جنيت البدراوي، جنيت المندلاوي، جنيت طور الناصرية، طور العمارة، جنيت البغدادي وجنيت العلوازي. لكن أكثر طير عجبني الطير العلوازي، يعني ما أعرف أحسه قريب يعني إلي، يعني أستمتع من أسمعه. وبنفس الوقت أنه يعني أتونس عليه، يعني ما شفت أنه شيء يشبهه أو مثل صوته. يعني هاي نظريتي، يعني هذا الشيء راجع يعني بس إلي، يعني ما أريد أعمم هذا الشيء على الكل، لا كل من وذوقه. مع العلم أنا هسه عندي مندلاوي بالبيت. التعليق الآخر يقول كرار الملك كان أنطي بروتين للبلبل كمل ذيله ما تمرض ولا تقرم. ليش أنا أقول لك ليش؟ لأنه الطيور اللي بالبداية الطيور بنات ورد الرمان، هذا أول فرخ ينزل احنا نسميه بزر الرمان، ورد الرمان، لأن هذا الفرخ ينزل ويا مع الرمان يبدي يفتح الورد مالته، فتسمى على اسم ورد الرمان. وراها المشمشيات ينزلن، وراها مال التين، هذني كلن اللي ينزلن. الجو بارد حلو، البلت البروتين البلت ما يأثر عليه لأن الجو بارد، فدا يصير شلون نقول احنا دنكاسر الموضوع بين الجو البارد وبين الأكل الحار. بس هسه منا وغاد الجو صار حار، يعني هسه احنا حتى الخلطة مالتنا بعد راح نبدي نغيرها زين، لأنه الجو صار حار. فهسه ينظروا بالبلبل ما يتحمل البلت، صحيح انا وياك بالبداية اوكي، بس هسه لا ما انصحك بعد بالبلت. بس ننتظر النت يرجع لان شوية علق عدي. اوكي رجع النت. علاوي الباشا يقول اكو زوج بلابل موجودات بالبستان مالنا البارحة لقيتهن هستوهن مفكسات، اذا اخلي يطلع ريشن واخذهن وعوف العش بمكانه يبيضن بمرة اخرى او لا؟ شوف ايش قال عدد الافراخ، ما يصير تاخذهن كلهن، اذا اخذتهن كلهن الاميات ما راح يامنن ابد وبعد ما راح يبيضن. فاذا كانن ثلاثه اخذ لك اثنين وعوف واحد، اذا اثنين اخذ واحد وعوف واحد، اذا اربعه اخذ اثنين وعوف اثنين، وهكذا. يعني العش لازم تعوف به فرخ، هاي وحده اثنين. العش بعد لا تتقرب عليه نهائيا، احسب 12 يوم او 11 يوم يلا تروح له زين، لان اذا شافنك يم العش وبيه الفرخات راح يعوفن حتى بنات، ندير بالك من هذا الموضوع. مجتبى المعموري عندي بلبل فحل مخلف ما يقرا الا اشغله بالموبايل، للعلم اني معتني بيه من كل شيء اكله نظافه. هذا ايش قد العمر ما انت تقول مخلف؟ اذا مخلف مال هالسنه شيء طبيعي، هذا ما راح يغرد، هذا احنا نقول هذا بعد يعني قاعد يسمع قاعد يتعلم، هذا مو جاهز للتغريد اذا مخلف مثل ما قصدك يعني مال هالسنه. اما اذا اكبر بالعمر لا، فهذا نظامه، هذا يعني طبيعته. هاي اكو بلابل احنا نسميهن طيور حاده، انه يقرا وين ما كان وكل مكان وما يستغرب، اكو طير بارد فاهي يعني الا تشغله وتسمعه يلا يقرا. بس هيك الطير علاجه شنو؟ دائما تغير بمكانه، لا تخليه يبقى بنفس المكان حتى يجدد، من يجدد راح يتغير على المكان، يشتاق المكان القديم راح يبدي يزيد التغريد ماله. احمد الدلفي يقول سويت محميه كبيره وسويت لهم عشوش ثلاثه بالمحميه، نسيت نام بالعش بس لحد الان من بيضه ولا لامه العشب، والخيوط نخليهم بالقفص. ايش قد صار لك يعني؟ اذا صار لك مده قليله عادي هذا الموضوع، هسه احنا جباوع احنا ايش قد راح يصير؟ راح يصير 6 ايام خلينا هذني لي هسه اصلا حتى ما نايمات بالعش، دينام على هذا المشتم، لا لمن ولا وصلن يم العش ولا ابد. هذيك عندنا همده تنام بالعش وبس، لا لفت ولا بيضت، يعني الموضوع طبيعي يتاخر اكثر من هذا الوقت لبالك. وهذني انطيت هنا لحد يوم 15 بالشهر، اذا ما لفن عش يعني ابد راح نبدل النثايه بفحله ونجرب. علاوي يقول انا استخدم اقفاص حديد اقدر اخلي تراب مال الحديقه بالجرار، هو مفيد مو يعني ما بيه فايده، بالعكس يعني راح يشوف كالسيوم بالقفص
القفص شوية راح يبرد عندك، بس ما أنصحك بهاي الطريقة. هاي الطريقة أولا راح تجيب لك وسخ، يعني راح يصير مثل أكو نوع من الحشرات يجي بالتراب مثل القمر. ثانيا القفص راح يثقيل يصير، يعني ما أنصحك بهذا الموضوع، موضوع تعبان هذا ما يفيد. مدمر راوس يقول عندي قفص من حديد طوله متر والعرض همين متر عادي اخلي قفص التزاوج؟ اتمنى تجاوبني. عادي ماكو اي مشكله، بس موضوع واحد ركز لي عليه ان يكون ثابت، وشغله اللخ المشتم اللي يوقفن عليه تشوفن يكون بعيد عن السقف حتى الفحل يقدر يلقح النثيه براحته، لان اذا قريب على السقف ما راح يقدر يلقحها. عبد الله السيد يقول زوج بلابل متزوجات، النثيه لما تعش قبل 15 يوم بس ما بيضت، شنو السبب؟ والنثيه وحشيه صيد قديم خليتهن بقفص كبير بشهر الثالث. انا هم عندي نفس الحاله تقريبا صارت، هم لفت عش وما بيضت بي، فانتظرت ايش قاعد انتظرت 12 يوم، لان هي مده التفقيس 12 يوم والعش فارغ، فانتظرت 12 يوم، يعني مرات يصير عندهن حمل كاذب احنا نسميه. 12 يوم انتظر هسه ايش قاعد قايل 15 يوم، اذا فلش العش هسه، فلش العش حتى تبني من جديد، من راح تبني من جديد هالمره راح تبيض عندك. حسن عماد يقول شلون نعرف النثيه جاهزه للتكاثر؟ جاهزه للتكاثر الزاوف فقط. اكو فيديو اليوم نزلته قبل هذا الفيديو مال الجو المناسب للبلابل، شوف النثيه اللي ثاني وحده قفص وثاني قفص، شوف شلون جاهزه، انه من تجي يمها تطق لها اصبع راسها تقوم الزوف وتنزل بالقاعيه، هاي تصير جاهزه فول، يعني هاي جاهزه للتلقيح، واكو بيهن يبيضن اول بيضه، واكو بيهن يظلن يدورن خيوط، يعني كل من وطبيعتها، بس هي هاي المواصفات اللي تخلي النثيه انه تكون عندك واضحه انه تريد تبيض. بكر يقول شنو احسن اكل للبلابل الصغار غير الدود القضاب المجفف؟ هل يرهمل بروتين الدجاج؟ لا ما انصحك بهذا الموضوع، احسن غذاء السريلاك. اكو هواي هسه نوعيات بالسوق بدت تطب لنا انواع مال السريلاك مال تغذيه الافراخ، هذا فشي ممتاز ومحترم، يعني شركات مسويته ويعرفون شو يحتاج الفرخ من اكل، ويعني فشي محترم ومجربهم احسن لك من حتى من القضابي. عرب جيمز يقول عندي فحل متوحش ونثيه اليفه، يصير يتزاوجن والنتيجه فرخ متوحش لو اليف، اريدك تجاوبني. طبعا النتيجه فرخ اليف ما له شغله، حتى لو اثنيناتهم وحشيات راح تقول لي شلون؟ او مثال اعطيك، مثال البلابل هسه اللي بالسوق اللي قاعده تنباع الافراخ الصغار، يعني قابل ذني امهاتهن اليفات؟ لا، هذن امهاتهن وحشيات وقاعد يلموهن من البستان. هذا الفرخ مال البلبل، البلبل من الطيور الذكيه كلش، يعني من تربيه من هو صغير راح يظل اليف ويصير اليف، بس اذا ترك ويا امهاته يصير وحشي، هذا النظام مالته ترى، يعني يختلف عن باقي الطيور. علي يقول عندي بلبل تقريبا شهرين من كان صغير طلع بالحديقه، هسه من كبر صار ينهزم بس ياكل ويطير من ايدي، شنو نصيحتك؟ اقص جناحه؟ شباب لايك صباوع. بصوره عامه حتى لو قصيت جناحه، حتى لو قصيت جناح، قص الجناح راح يساهم بشويه بتاليف البلبل، لكن بصوره عامه البلابل الصغار المخاليف من يبدا يصبغن الريش مالتهن يتوحشن، انت هسه راح تقول لي اي صحيح، لان راسه هسه يمك كنت اشوفه طلع بيه سواد، مو طلع بيه سواد، الريش يعني الريش قام يطلع له اسود الجديد بجناحه بهذه، هذا معناته بدا يصبغ، من يبدا يصبغ يتوحش يتخبل يصير خواف، يصير يحب يستكشف الريش اللي دا يطلع الجديد دا يوجعه، فيحاول يتهزم منه ومنه. اما اذا تريد تقص جناحه عادي قص جناحه، راح يساهم لك هم بتاليفه وراح يخليه تامن عليه حتى لا تضربه البنك، لان هسه هو دا يتهزم منه ومنه، يعني حركته ما تعرف ما 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 تقدر تتوقع شنو حركته الثانيه. تعليق الاخير من علوش، علوش قصي، علوش قيس يقول انت كل شيء تحكي وعلمتنا وجاي تسوي علمتنا على التمر، وكان ياكل من ايدي خليته ياكل ويشرب من القفص، وعمر البلبل ما اعرف ايش قد بالضبط، بس راسه بداية سواد مو قوي، بس استفسار من اطلع بلبل بري واخليه بمكان ما بيه شمس يقوم يفتح حلقه ويلهث، شنو السبب؟ هذا اليوم نزلت لكم فيديو بهذا الخصوص، صح تعليقك من البارحه جاي، اليوم نزلت لكم بهذا الموضوع، معناته انه مو البلبل متاذي من الحر ومنتهي وتعبان من تشوفه فاتح حلقه، لا، قلت لكم انه الطيور بصوره عامه
ما عندها الغده العرقيه حتى تبرد جسمها مثل البشر يعني. هسه احنا من نستحر تمسح العرق مالتك وهيك تخفف عن روحك او تشرب مي بارد. الطيور ما عندها جلد مثل البشر حتى يخفف العرق مالته فيفتح حلقه حتى يبرد الجسم مالته يعني. مو بالضروره مو انه عنده مشكله بجسمه او بالجو لا، بس اذا تطلع برا حاول ان يكون بمكان بيظل، دير بالك لا تخليه بالشمس حتى لا تكتله للبلبل. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة، ولا تنسون عندك سؤال اتركه بالتعليقات حتى باكر نجاوب عليه، وارجو منكم المشاركة دعم هاي الفقرة حتى نستمر بها، ما اريد اشوفها تضعف حتى لا نترك هاي الفقرة. تحياتنا لكم.